حضرتك دكتور مراد قلت إن المحرمات الثقافية بتسجن أو بتعيد العقل العربي لسجون الماضي، بتقصد إيه؟ ويعني إيه محرمات ثقافية؟ أنا هقول لك، شوفي، التربية الغربية غير التربية الشرقية في تربية الطفل. في الغرب الطفل يسأل زي ما هو عايز، في الشرق الطفل لا يسأل، إذا سأل هيقولوا له يا ولد عيب ما تسألش، الجواب أهو. فيبقى أنت من الصغر العقل محرر في الغرب، العقل مكبل في الشرق. مكبل بإيه؟ بما أسميه محرمات ثقافية. يعني إيه محرمات ثقافية؟ يعني أمور عيب نتكلم فيها أو غلط نتكلم في فيها، مجالات معينة ومسائل معينة غير مطلوب للطفل أنه يسألها. وفي الحالة دي أنت بترعب الطفل من العقل، بترعبيه من استخدام العقل شعوريا. يقول لك بقى أنا اللي بفكر فيه ده جم قالوا لي ممنوع، يا نهار اسود، ده يبقى بقى ما فيش داعي أفكر، ويبتدي بقى يدخل في أفول العقل. ومؤسسة التعليم تكمل على العملية دي، يعني إيه؟ تزيد من المحرمات الثقافية.